الصحة النفسية ونحكي عن موضوع كتير شائع وممكن كتير نشوفه عند الناس، بتختلف أسبابه وأعراضه من شخص للتاني. أحد المشاكل النفسية يلي ممكن نتعرض لها بالحياة الاكتئاب أو اضطراب المزاج. لما نقول الاكتئاب يعني تراكمات قديمة، أكيد هي مو وليدة اللحظة، هي ضغوط وظروف صعبة مرقنا فيها قبل. فقدي مهم اليوم نحن نعرف نضبط هي الحالة يا رشا كرمال يمكن ما تزيد تفاقم ومشاكل أسوأ بعدين. أكيد هذه اليوم نحن عم نحكي عن نقطة جدا مهمة. صحيح. بعلم النفس اليوم عم نحكي عن موضوع بيأثر على تفكيرنا، بيأثر على أنشطتنا، بيأثر على حياتنا اليومية، أيضا بيأثر على أجسادنا وعلى عاطفتنا. بمراحل متقدمة من هي الحالة ممكن الشخص يفكر بالانتحار، وممكن إذا كانت الحالة كتير متقدمة يروح من التفكير للتنفيذ. اليوم رح نضوي عن هذا الموضوع، أعراضه، الأسباب وطرق العلاج، ونحن كيف قادرين بأقل الخسائر نبتعد عن هاي القصة. خلونا نروح فورا لضيفتنا لليوم لنعرف أكثر عن موضوعنا، وهي الدكتورة داليدا هشام جبارة، دكتورة بالإرشاد النفسي. سعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذة داليدا. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن شوي هو تقيل عند الصباح، ولكن بصراحة ممكن كتير من الأشخاص بمرحلة معينة يعانوا منه. اليوم الصحة النفسية ما بتقل أهمية أبدا عن الصحة الجسدية. لازم ننتبه أي مشكلة نفسية ممكن نتعرض لها. خلينا نخبر المشاهدين نحن شو بنقصد بمفهوم الاكتئاب. الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية، واحد من الاضطرابات النفسية اللي هو أكثر شيوعاً حول العالم، في نسب انتشار كتير كبيرة حول العالم، بيأثر على الحالة المزاجية وبيأثر أيضاً على الطاقة وبيأثر على الشهية للطعام وعلى التركيز. طيب الدكتورة، اليوم ممكن يصير خلط بين مصطلح الاكتئاب ما بين حدا عنده حالة نفسية اكتئاب مشخصة من قبل أخصائيين وأطباء، ومن بين أنه أنا اليوم كئيبة، أنا عندي شيء من الكآبة، هي ممكن ساعات وبتمرق. كيف قادرين نحن نميز بين الحالتين؟ صحيح، كتير بيصير غلط وبيصير تداخل بالمفهومين. هلأ المفهومين الاكتئاب والكآبة اثنيناتهم تقريبا بيتشابهوا بالأعراض، ولكن الاكتئاب هو بيكون استمراريته أكبر وبيكون شدة الأعراض أقوى وأكثر. أما الكآبة هو شيء طبيعي، مزاج حزين، شيء طبيعي، شيء عابر مؤقت لفترة معينة من الزمن. هلأ هن بيتشابهوا بالأعراض ولكن بيختلفوا ببعض الأشياء. هي المدة والشدة. إذا قلنا مدة الاكتئاب بتكون هي مستمرة لمدة أطول، أما مدة الكآبة بتكون مدتها أقل مدة. أما إذا جينا للتأثير على الحياة، الاكتئاب بيعطل روتيننا اليومي. الشخص المكتئب ما بيقدر يمارس روتينه اليومي مثل ما كان قبل ما يتعرض للاكتئاب. أما للكآبة هو ما بيأثر على الروتين اليومي، فقط في بعض العراقيل ولكن بتمشي. التدخل العلاجي بالاكتئاب لابد من التدخل العلاجي، ولكن بالكآبة بكفي يمكن دعم البيئة الأسرية وبيئة الأقران. إذا قلنا للاكتئاب هو له كثير من الأسباب متعددة متنوعة، أما الكآبة فبيكون حدث ضاغط، بيكون فقدان شخص عزيز، انفصال أو شيء، يعني فقدان عمل، تغيرات بالسكن. يعني من شكرك لأنك حاولتي اليوم تفرقي بين الكآبة والاكتئاب، ولكن اليوم نحن عم نركز على الاكتئاب. في عنا أسباب كثيرة للاكتئاب، ربما الأشخاص بتفكر أن هي ممكن تكون وراثية أو إن كانت نتيجة الظروف المحيطة حوالينا. خبرينا أكثر شو هي الأسباب الشائعة اليوم لحدوث الاكتئاب عند الناس. صحيح، أغلب الأشخاص بيفكروا أنه الاكتئاب هو حالة وراثية. هلأ أسباب الاكتئاب هي متنوعة متعددة متداخلة مع بعضها البعض. ما بعض من النظريات بتقول أنه أسباب وراثية مثل ما ذكرتي حضرتك، وبعضها بيقول أسباب جينية، أسباب أسرية، أسباب حياتية. هلأ إذا بدنا نقول أسباب وراثية، فاحتمالية الأسباب الوراثية 30%. إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد مصاب بالاكتئاب، فالشخص بيكون تعرضه للاكتئاب، الابن أو الابنة، يعني نسبة 30% أوكي بيصير معه اكتئاب. بس نسبة يبانا قليلة اليوم، بس نسبة يبانا يعني 30%، يعني نحكي بنسبة كتير عالية يعني اليوم. صحيح. أما النسبة الجينية، في دراسة بتقول أنه التوائم، أحد التوائم مصاب بالاكتئاب، فاحتمالية ظهور الاكتئاب عند التوأم الثاني موجودة. ممكن تكون موجودة. تمام. فهنا صار عندنا وراثية وجينية، بعضها هي أسباب حياتية، أسباب أسرية،
قد تكون احد هاي الاسباب خلل بالعلاقات الاجتماعيه، وجود اشخاص كئيبين، مزاجهم سيء، مزاجهم سلبي بحياتنا، هذا الشيء بيؤدي لعدوى انفعاليه. اثنين، تنشئة الطفل، هل هذا الشخص من الطفولة تنشئة صحيحة؟ تنشئته شخصيته شخصية متماسكة غير قابلة لا يعني ما نهشة، ما بتتأثر بالضغوط النفسية، إضافة لضغوط الحياتية المتواجدة. بعض أسباب اضطراب الاكتئاب بتكون المرض المزمن مثل السكري، الضغط، هي الأمراض المزمنة بيكون مترافق معه. بعضها بيكون فقدان عمل، أحداث حياتية معينة، وبعضها بتكون مترافقة مع استخدام أدوية معينة. طيب اليوم أستاذي خلينا نكون هيك شوي واقعيين. الظروف يمكن الناس اللي عم تمرق فيها، كان ضغوط العمل، ضغوط الاقتصادية الحياتية، ضغوط العاطفية والنفسية ضمن بيتك، اليوم أنت معرضة بأي لحظة أنك تدخلي بمود الاكتئاب، حتى لو أنت كنت إنسان سوي بالحياة. يعني يمكن اليوم عندك إنسان شعلة من الطاقة، شعلة من الضحكة، بيوم الأيام يفيق يلاقي حاله أنه هو مو هو. يعني اليوم في أعراض بترافق الأشخاص بتخلينا نعرف أنه هذا الشخص عنده حالة اكتئاب ليست عابرة، واليوم بحاجة لحدا مختص يكون معه. لتدخل علاجي. صحيح، هي مجموعة من الأعراض مترافقة مع بعض البعض، فينا نقول أعراض اجتماعية نفسية. هاي الأعراض لازم يكون على الأقل 5 أو أكثر من هاي الأعراض اللي هي اللي بدنا نذكرها. قد يكون واحد فقدان الطاقة مثل ما حكيتي، فقدان الطاقة والخمول، وما لي قدرة أني أقوم أنا من سريري أو مارس طقوسي اليومية الاعتيادية. اثنين، مزاج منخفض ومزاج كئيب لمدة يوم كامل. ثلاثة، فقدان الاهتمام بالاشياء وفقدان المتعه. انا بكون بستمتع مثلا بالقراءه، صحيح. انا هلا ما عاد استمتع فيها. انا بكون بستمتع مثلا بالجلي، بالطبخ، بالاكل، بالتنظيف، بتربايه الاولاد، انا هلا ما عم اقدر استمتع بالاشياء اللي كنت اعملها من قبل. إضافة لاضطرابات بالنوم، هل هي زيادة أم نقصان؟ صعوبة بالدخول بالنوم أو نوم مفرط؟ اضطرابات بالشهية، أما فقدان بالشهية، فقدان شهية كامل أو شهية مفرطة؟ يعني إحنا قابل الاثنين، مفرطة أو فقدان الشهية تماما؟ بالنوم وبالشهية قابل للاثنين. إضافة للتشويش، عدم القدرة على التركيز والنسيان، أفكار تشاؤمية. في عنا عرض هو الأفكار مثل ما حكيتي حضرتك بالمقدمة، أفكار انتحارية أو محاولات انتحارية أو التخطيط للانتحار. هذا الشيء بس عفوا منك صدل. بس هذا الشيء، هاي الخمسة أو أكثر من هاي الأعراض، لازم ننفي وجود مرض عضوي، لازم ننفي وجود مادة فيزيولوجية معينة عم يتناولها هذا المريض، سواء كان عقار أو أدوية معينة. لازم كمان يكون عم يعطل روتينه اليومي مثل ما حكينا بالفرق بينه وبين الكآبة. لا، هون في تعطيل للروتين اليومي وللأداء اليومي، سواء كان المهني، الاجتماعي أو الشخصي. رح نرجع لموضوع المضاعفات والآثار السلبية يلي ممكن تنتج اليوم عن الاكتئاب، ولكن اليوم نسمع عن نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب المبتسم. بتلاقي اليوم كثير من الأشخاص مزعوجين، متضايقين، عم يمروا بظروف صعبة، ولكن بتلاقي دائما البسمة على وشهم، دائما مبسوطين. بتلاقي الطرف الآخر يمكن يفكرون أنهم ما عم يمروا بمشاكل، ما عندهم ظروف. طيب هذا الشيء قد ايه صعب اليوم؟ قد ايه مهم اليوم نحن نفضفض، نحكي؟ مو عيب الواحد يبكي، مو عيب الواحد يعني اهم شيء ما يكبت. خليني نحكي عن هذا النوع من الاكتئاب ونوضح للمشاهدين قد ايش اليوم صعب وبحاجه لعلاج. صحيح، هاي الوصمه اكثر شيء بيعانوا منه الذكور، اكثر من الذكور اكثر من الاناث. ليش؟ لانه عيب الرجال يبكي وبيعطوه هاي انه بصير انت تعبر عن مشاعرك، ما بصير انت تبكي رجال، انت ابضاي، انت. الاكتئاب المبتسم هو هذا الاكتئاب اللي ما عم يقدر هو يعبر عن مشاعره مثل ما حكيتي، ما عم يفضفض. كل ما نحن كبتنا اكثر، كل ما نحن رجعنا وانحدرنا بالاضطرابات النفسيه وبالضغوط النفسيه وبالاكتئاب وبباقي الاضطرابات النفسيه. الكبت كتير كتير شيء أساسي بالاكتئاب. تنفيس عن المشاعر والتنفيس الانفعالي هو شيء كتير بيحل وبيساعد على التخلص أو تخفيف من حدوده أو منع تطور شدة هذا الاكتئاب. بالإضافة اليوم أستاذة بتشوفي أشخاص بالحياة عندهم هالة انه هنن ما بيحبوا المجتمع او المحيط اللي حواليهم، يبين عليهم انه هنن ضع يعني اليوم بحالة ضعف، مع انه اليوم اذا بتطلعي بالانسان اللي عنده مشكلة او حالة اكتئاب انت قادرة بنظرة عينه
بتعرفي انه هو اليوم عم يمرق بمشكله، قد ما حاول يبتسم ويعمل هي الطاقه والجو انت قادره تكشفي. طيب اليوم خلينا نروح معك، نروح على عيادتك نفضفض معك شوي علاجيا. اليوم شو هي الطرق اللي بتتعاملي فيها مع الشخص اللي عنده حاله الاكتئاب؟ اكتئاب، هلا الاكتئاب مثله مثل باقي الاضطرابات النفسيه، ما فينا نقول انه في نوع محدد انا باخذ هالحبه بطيب، ما في نوع محدد لعلاج الاكتئاب، وانما هو كل متكامل وكل متداخل مع بعضه البعض. اهم شيء نحن بنبدا بدايه بالعلاج الدوائي، ومو كل انواع الاكتئاب هي بحاجه للادويه. مين اللي بيقرر هذا الشيء؟ الطبيب النفسي. نحن كاختصاصيين نفسيين او معالجين نفسيين بنعمل احاله للمريض للطبيب النفسي لحتى هو يشخص هل هذا المصاب بالاكتئاب هو بحاجه للعلاج الدوائي ولا لا. هي شغلة الطب النفسي. جينا هلأ للعلاجات الثانية، هي العلاج النفسي المتنوع، علاج معرفي سلوكي، علاج معرفي فقط، علاجات استكمالية، علاجات بين شخصية. شو بنعمل بالعلاج المعرفي السلوكي؟ أول شيء من ساعد هذا المريض وهذا المصاب بالاكتئاب ليوعى للمشكلة، ليوعى لمشكلته، ليوعى ليفهم هاي المشكلة. ومهم كتير نفهم أسباب هاي المشكلة، الأسباب اللي حكيناها من شوي، لأنه بيساعدنا بنوع التدخل. هل هو بحاجة لتعديل أفكار؟ هاي الأفكار السوداوية والتشاؤمية الموجودة بالأعراض نحاول نلقطها، نحاول ندونها، ونحاول نساعده على استبدالها بأفكار إيجابية. نساعد المريض على تعلم مهارات جديدة، تعلم مهارة حل المشكلات، دمجه مع أقرانه ومع بيئته بالمجتمع. كتير كتير مهم العلاقات الإيجابية عند مرضى الاكتئاب، إعادة لروتينهم اليومي، تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ. نحن بس نقول له نظم ساعات نومك، بفكر أنه لازم كل يوم ينام على بكير. أبدا مو هيك، لازم أنه ننظم ساعات النوم، مثلا الساعة 10 مساء، الساعة 6 صباحا استيقاظ. يعني ننظم ساعات النوم وساعات الاستيقاظ بشكل يوم. تمام. إضافة لهذا الشيء تعليمه تمارين الاسترخاء وضبط التنفس، استرخاء تخيلي، استرخاء عضلي، أو ضبط التنفس، تقنيات ضبط التنفس. إضافة للعلاج النفسي في علاجات استكمالية أنا حكيت عنها من شوي، هي العلاجات مثل العلاج بالفن، العلاج بالرسم، العلاج بالموسيقى، العلاج بالطبيعة، المشي يوميا لمدة 30 دقيقة، أو التنفس بطريقة صحيحة. إضافة لهذا الشيء دور الأسرة جدا جدا مهم، لازم نذكره بدور العلاج. ونحن بالعيادات النفسية كتير بيتم اصطحاب الأهالي أو دعوة الأهالي لحتى نحن نعطيهم بعض التثقيف النفسي عن هذا المرض، عن هذا الاضطراب، لأنه هن على عدم وعي به. شو يعني اكتئاب؟ يعني هلأ ابني مجنون؟ يعني هلأ ابني مريض؟ فنحن نحن هاي المشكلة مجتمعية موجودة عندنا، الخوف من شيء اسمه نفسي. طب اليوم دوائيا اليوم كيف تتدخلوا بالقصة؟ دوائيا نحن كإرشاد نفسي ودكتوراه بالإرشاد النفسي ما لنا علاقة بالأدوية. ما بتحبطوا يمكن اليوم الطبيب النفسي اللي دارس طب، اللي دارس طب بشري ومختص طب نفسي، هو الوحيد اللي ممكن يحدد شو الأدوية التي من المفروض أنه يتناولها أو عدم حاجته للعلاج الدوائي. ممكن الأنواع يعني حلو اليوم أنه عندنا أكثر من خيار للعلاج. وخلينا اليوم أكيد ضمن يعني حضرتك دكتورة بالإرشاد النفسي وعم نركز على موضوع اليوم الأخصائيين النفسيين بالموضوع، بتلاقي اليوم كيف عم تلاقي توجه الناس للأخصائيين النفسيين اليوم لحتى يفضفضوا، لحتى يحكوا عن الشيء اللي عم بيصير معهم؟ يمكن اليوم بتحسي أنه ما عندنا هي الثقافة، ثقافة الشكوى، ربما خجل من الناس أو بيقول لك أنه عيب أنا ما بدي أحكي لحدا ما بعرفه، خلص ممكن فضفض لشخص قريب مني. شو صحة هذا الموضوع؟ خبرينا أكثر. صحيح، بعض الأفراد بيلجؤوا للأشخاص المحيطين فيهم وأفراد الأسرة مثلا لحتى يتحدثوا معهم، لحتى يفضفضوا لهم، يعملوا تنفيس انفعالي. بس هلأ مهما موجود هذا الشخص اللي أنت واثقة فيه وقادر أنك تفضفضي له وتنفسي انفعاليا وتحكي عن مشاعرك وعن مشاكلك وهو يدعمك ويسندك، أوكي الأمور تمام، في حدا عم يسمعك. بس نحن عدم وجود هذا الشخص بحياتنا وعدم وترابط وتداخل العوامل الأخرى من ضغوط الحياة الأخرى، من فقدان عمل، من 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 أمور مالية، أمور اقتصادية، أمور أخرى، وما في هذا الشخص، في مشكلة وما في شخص أحكي له، فأنا إجباري وضروري أعمل استشارة نفسية. بكل الحالات أعمل استشارة نفسية، لأنه الشخص هذا اللي عم يقدم الخبرة هو ما هو أكاديمي، ما هو دارس بمدارس بكلية التربية، ما هو دارس بمدارس علم النفس، تمام؟ فليش نحن بنلجأ للشخص الأكاديمي أكثر
الدكاتره والاختصاصيين النفسيين لانهم مؤهلين ودارسين اكاديميا ومدربين ليقدموا هاي الخدمه وليقدموا هاي المشوره النفسيه. قد يمكن ما نتدخل فقط بس بالعلاج، قد نعمل بس نقوم بجلسات المشوره النفسيه لهذا الشخص او لاهله لنوعيهم عن الاكتئاب. وفي فكره كثير لازم حلوه لازم تنذكر انه بالعلاج النفسي ما في شيء يعني مثل الدكتور انه انا اخذه غصب عنه بدي اعالجه نفسيا. اذا ما كان في اراده عند الشخص لحتى يتعافى ولحتى يتعالج ما بتتم عملية العلاج، لازم يكون في إرادة للعلاج. طيب اليوم أستاذة ذكرتي نقطة كتير مهمة وهي المحيط والأشخاص اللي حوالينا، ولكن وقت اللي بيكون الثقة غير موجودة يمكن اليوم هي أحد أسباب الاكتئاب. اليوم فقدان الثقة بالمحيط اللي حواليك هذا الشيء ما إجا عن عبث، إجا بعد كتير من الضربات، التراكمات، الخذلان. تجي أنت بتلاقي نفسك أنه اليوم لحالك، يعني يمكن هاي القصة كتير خلينا بتزيد الحالة للسوء. اليوم قدامهم الثقة يعني ولو بشخص واحد. أكيد ثقة ضرورية، وهم تلعب دور الخبرات والتجارب السابقة. هل أنا قادر أعطي الثقة لمين ما كان ولا لا؟ الخزلان من بعض الأشخاص المقربين منا والأشخاص اللي نحن واثقين منهم، خزلان لمرة واحدة ولتجربة وخبرة صادمة واحدة بتمنعنا أنه نوثق بباقي الأشخاص، وبتمنعنا أنه نحكي أو نعبر أو ننفس انفعاليا لباقي الأشخاص. فهم بنعمم هي الخبرة الصادمة. هذا كمان خطأ، مو كل الأشخاص مثل بعضهم، مو كل الأشخاص هن عندهم خزي وعندهم انه بيحكوا شو صار. مشكله شخصيه بين الشخص وبين نفسه انه انا اللي فقدت الثقه. كثير مهم هون نستشير الاختصاصيين النفسيين، كثير مهم نروح عند معالج نفسي، عند اخصائي نفسي لنعرف نحن كيف بدنا نتخطى وكيف بدنا نتجاوز هذا التحدي وهي العقبه. مثل ما حكيتي هي تراكمات، الاكتئاب ما بيجي بيوم وليله، تراكمات، وهي الاعراض اللي فيه بتستمر لمده اسبوعين على الاقل لحتى نحن نشخص اكتئاب. فهالاسبوعين انا ببيئتي ماني ملاحظه اني اختي تعبانه مريضه، الشخص اللي موجود هذا الشخص المكتئب انخفض مزاجه، ضايق، مكركب، عم ينسى. فانا هون بيجيني الفكره انه اوكي بركي هذا معه اضطراب او بركي معه اكتئاب او اضطراب نفسي. فهون كثير مهم ندعمهم، نقدم لهم المشوره، نقدم لهم شو يعني اكتئاب، نصطحبهم او نقنعهم بشو يعني علاج نفسي، وخلينا نروح نشوف اختصاصيين نفسيين لحتى نحن نخفف من هاي الأعراض وما تتفاقم وتتراكم وننحدر للاضطرابات النفسية الأخرى. أكيد بالختام معلومات كتير مهمة ونصائح قدمتيها لليوم، إن شاء الله يا رب كل حدا كان عم يتابعنا يستفيد من حضرتك ويصير عندهم وعي أكثر بموضوع الاكتئاب. نشكرك كتير دليدة هشام جبارة دكتوراه بالإرشاد النفسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، تضلوا بخير يا رب وصحة نفسية جيدة. آمين للجميع اليوم أستاذة. شكرا لحضورك، يومك حلو.